كورة ونتيروا لقطر للمونديال. الأمنيين نتاعنا كانوا باش يمشيو لقطر ويشاركوا في تأمين المونديال، ولكن صارت حاجات خلات الاتفاقية هذيا تلغى مع تونس رغم أنه عطاونا الأولوية القطريين، وصارت مع تركيا الاتفاقية. نسمعوا التصريح وبرهان بعد شوية يعطي البطاقة نتاعو. صراحة في الحقبة هذيك نحسوا اللي ثم ناس تتحكموا في المشهد هذاك، ووقتها الجانب اللي كان موجود في السلطة كان يعتبر الملف هذاك يعتبر يقع استثماره سياسيا، إذا بطبيعة كانت المنظومة الحاكمة قريبة من دولة قطر في الفترة هذيك وش تكمل حتى إلى نهاية العقد، بطبيعة شو تكون الأمور أسهل برشا وش تكون ممكن نجاح الملف شو يكون أسهل برشا، وإذا ما مشاتش الأمور ستنعكس التوازنات. وقتها دولة قطر شافت اللي تم تباطؤ على مستوى الجانب التونسي سواء كان من وزارة الداخلية أو من وزارة الخارجية في إدارة الملف وحل الملف، وخاصة وزارة الداخلية اعتمدت على مبدأ قتلك أنا الإفكتيف بتاعي شوية والأمن العام بتاعي أولى من كل شيء، فهمتني 3000 عون وإطار أمني نشيط شيء أثر على وزارة الداخلية. بقى احنا شو قلنا لهم؟ احنا قلنا لهم كنا نجموا، هي الاتفاقية صارت مدة عامين وعامين ونص التالي، كنت نجم تفتح باب انتداب للمعطلين على العمل، هنا يتحملوا مسؤوليتهم في الملف هذا، خاطر خيبة أمل صارت على مستوى إطارات وعوان القوات الأمنية، منوهم الناس الكل تستنى في الفرصة هذه علاش لا باش يكون عندنا شرف الحضور في كأس عالم وتنظيم كأس عام. احنا نطلبوا من خلال المنبر نتاعكم أنتم عملية وضوح وشفية أكثر في إدارة مثل هذه الملفات، كل حد يتحمل مسؤوليته. أنا ماذا بيا السيد وزير الداخلية يراجع الملف وين صار التقصير وين صار المشكل بالضبط باش كل حد يتحمل مسؤوليته. كنا نسمع في الناطق الرسمي يا برهان الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي سي معز الدبابي في الملف هذا للأسف اللي اليوم عاود إثارته، تم إثارته من جديد بعد إعلان السلطات القطرية رسميا تعاقدها مع أكثر من 5000 شرطي تقريبا أتراك ومغاربة وشوية مغاربة. علاش نقولوا بكل مرارة؟ لأنه كانت فما مفاوضات متقدمة مع الجمهورية التونسية لتوظيف أكثر من 3000 أمني تونسي للمشاركة في تأمين المونديال، هذا الحدث العالمي بما يعنيه ذلك أولا حضورنا، حضور تونس، حضور بلادنا، حضور العالم، وأيضا الاستفادة المادية سواء بالنسبة للأعوان أو حتى وزارة الداخلية والاستفادة أمنيا من إدارة مقابلات في كأس العالم وتأمينها، تحكي على إنجليز وبريزيليان وغيره وكذا، خبرة كبيرة مرتبة الخبرة المسؤولية والفلوس وكذا، يعني في مناسبة كونية في حجم كأس العالم. للأسف تحكمت حسابات داخلية في صلب وزارة الداخلية، منعت أنه ناخذ نحن كالعادة هذه الأمور بالجدية اللازمة. اليوم صحيح وزارة الداخلية تقول لك أنا 3000 أمني بشي يعملوا لي ثغرة في النسيج الأمني، التواجد الأمني، الانتشار الأمني في تونس باعتبار هذه أولوية بالنسبة لنا قبل كل شيء، ولكن كنا نجم نحسب حساب هذه، لأنه القطريين في موضوع كأس العالم ما جاوكش ليلة صلالة قالوا لك راني حاجتي باش تتفاجأ، عندك عامين، عندك 3 سنين تخدم على الحكاية هذه، أنت من المفترض أنك أنت تتوجه باش تبحث وتفتح الأفاق لأبنائك بمثل ما مش فقط هما يجيوك وأنت ترفض وتتراخى وتتكاسل بعد تقول فك عليا مانيش معني بالحكاية هذه. كما قال سي معز الدبابي توا ناطق باسم الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، كنا نجمو نحسبوا حسابنا، كنا نجمو ننتدبوا، كنا نجمو ناخذوا حتى انتدابات موسمية لشباب عاطل على العمل يتم تكوينه في دورة بتاع 6 أشهر فقط بعدها من أجل كأس العالم بالذات، وكانت معناها العباد تجد تقبل برشا، معناها مش بالضروره انتداب مباشر في وزاره الداخليه، ولكن وزاره الداخليه يعني تتكفل هي بالتدريب واعدادهم ومباشره، ونلقاو الاتفاق هذه مع الجانب القطري. لكن للاسف مره اخرى نضيعوا على انفسنا فرص نتيجه حسابات الله اعلم شنو هي خلفيتها. سمعنا برشا كلام في الموضوع هذا وتوانسه ولاو يتشرطوا ويحبوا نطلعوا احنا دي فورماتور افيك ليكيب اللي ما نطلعلكش بالاعوان فقط، نحب زاد بالمكونين نتاعي اللي هما كوادر، لكن ما وافقوش قطري قالوا انا ما حشتيش انا التكوين عندي انا، برشا كلام سمعناه لكن للاسف الخاتمه هي الخاتمه السلبيه
الماليه انه خسرنا حاجه من النوع هذايا، كانت نجم توفر لنا امكانيات كبيره حتى للاعوان توفر لهم امكانيات. واستاءوا الامنيين راهو خاطر باش يربحوا فيها فلوس معناها باش ينفسوا معناها. بالاظافه الى حضور حدث كاس عالم في الظروف هذيك في الواحد للاسف فلغ حتى الوزاره وكنا نجموا نفاوضوا راهو راهو فما الف طريقه وطريقه راهو. ودي والجانب القطري حاب يعمل معاك جيستر تزيد تفاوض انت امكانيات الاستفاده الماديه من الجانب هذايا في تجهيزات في غير ذلك. للاسف الفرص الضايعه ان شاء الله ومتابعوا الصاد كانوا يعطيونا اكسبراير ذاك. شوف احنا التاريخ ما نحبوش نحفظوا التاريخ شنو العمل البلاد هذه الطيبه في بالك احنا تو ولا ينعتوا يقولوا بارك الله عليه هذاك التونسي من الامن اللي حفظ الامن في الكونغو تضبط برقيبه باش عمل ما في الكونغو مشيت ناس وصحيح ثوره الفلوس مشاو خدموا وعاونوا بلاد صديقه ثم ثوره الفلوس هذا هو التاريخ نتاعنا يشهد لنا بذا علاش ما نعملوش علاش كي تجينا فرصه نفلتوا فيها كيكه سباه لا لا واحد يخرج من عقله جاب ربي تونس ربحت سنين بشيء ونورتنا هكا ان شاء الله يا ربي باش نقول ان شاء الله زايد مشيت مشيت اما حرام حكايه حرام حرام ان شاء الله نتعظوا من الدروس على ان شاء الله نتعظوا من الدروس.